دي شقة في العمرانية، دور أرضي فين أحنا؟ ده مدخل العمارة، ده مدخل رئيسة العمارة، دي الشقة، ده الشبسة، مساحته كبيرة جدا ما شاء الله. شقة كده ماسكة حوالي 4 اتجاهات، دي المحكمة اللي قدامنا، دي كده وديك الله الصالة، شبسن، دي الطرقة، ده المطبخ، مساحته ما شاء الله حوالي يعني أوضة الواحد، المطبخ أوضة الواحد. دي الأوضة الأولانية، دي الأوضة التانية، الثالثة، ده الحمام الرئيسي.